السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة لهذا اليوم من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين: الملك وولي العهد يهنئان رئيسي إندونيسيا والجمهورية الغابونية بذكرى استقلال بلديهما. سمو ولي العهد يستعرض هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة. خلال لقاء عقده مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يؤكد رغبة المملكة وإيران بتنفيذ بنود الاتفاق بين البلدين ويشدد على أهمية التشاور بينهما. نزاهة تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية وتحقق مع 260 مشتبها بجرائم فساد في 6 جهات حكومية. حياكم الله. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لحكومة وشعب إندونيسيا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أنديمبا رئيس الجمهورية الغابونية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريتشي سوناك، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني. من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل الجهود بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية الروسية. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم البلدين. هذا وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رغبة المملكة وإيران الصادقة بتنفيذ بنود الاتفاق بين البلدين، مثمنا دعم إيران لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030. الإطار أود أن أعبر عن تثمين المملكة لقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعم ترشيح المملكة لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030. و در این زمینه از کشور ایران تشکر میکنم بابت حمایت از برگزاری نمایشگاه اکسپو در ریاض. يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي. دیدار امروز ما در راستای روابط دو جانبه و در راستای تلاش‌های گذشته برای تعزیز روابط دو کشور و امنیت منطقه. و تأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية الطرفين في تنفيذ بنود الاتفاق التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أوضح وزير الخارجية أن الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني تناول سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة لا سيما الجوانب الأمنية والاقتصادية، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين. وفي إطار تنفيذ الاتفاقية فقد استأنفت بعثات كلا البلدين أعمالهما. ودر راستاي تنفيذ مفاد توافق نامة نمايندگي هاي دو كشور كار خود را شروع كردن. كما تأتي مباشرة سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما كخطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين.
شروق دو سفير در شروق مأموریت دو سفیر در سفیر عربستان سعودی در تهران و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در راستای تعزیز روابط دو کشور. أكدت أيضا خلال لقائي بمعالي اليوم حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة. همچنین تأكيد کردم به جناب آقای وزير برای تنفيذ توافقنامه‌های قبلی. خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية. بویژه اون توافق‌های مربوط به جنبه‌های اقتصادی و امنیتی. وأهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين. وعبر وزير الخارجية عن تطلع المملكة إلى زيارة الرئيس الإيراني تلبية لدعوة الملك سلمان. تطلع المملكة لزيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي. وأهم تنين انتظار كشبار عربستان براي استقبال سفر جناب آقای رئيسي إلى المملكة بناء على الدعوة الموجهة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأساس دعوتنامية جناب شاه ملك سلمان. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني العمل على تمهيد وتعزيز التعاون بين البلدين مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة فنية وتخصصية بين البلدين. لدينا اتفاق في وجهات النظر بأنه أن نعمل على الوثائق والاتفاقيات الأساسية والتي تمهد الأرضية من أجل توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين وأن نضع ذلك في جدول أعمالنا وفي جدول أعمال سفارات كلا الطرفين. في هذا الإطار أن نعرف وأن نسمي لجان مشتركة بين البلدين، لجان فنية وتخصصية متنوعة بين البلدين، ويكون على رأس هذه اللجان وزراء الخارجية لكلا البلدين، وأن نضع ذلك أيضا في جدول أعمالنا. وبين حسين عبد اللهيان أن منظمة التعاون الإسلامي لها دور فاعل في النظام الدولي وعلى الدول العمل في إطارها لحل القضايا المشتركة. إننا نعتقد بأنه منظمة التعاون الإسلامي فلها إمكانيات وطاقات كبيرة اليوم، حيث بإمكانها أن تكون فاعلا ولاعبا مهما في النظام الدولي. أيضا من المواضيع التي تطرقنا إليه اليوم هو التركيز على القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحت بأنها هي طبعا القضية الرئيسية للعالم الإسلامي. طبعا نحن سعداء بأننا نشهد بأنه هذا المكان الذي يعقد فيه هذا المؤتمر الصحفي، فهذه القاعة هي تسمى بقاعة القدس، ونحن بالتأكيد نستمر في دعمنا القوي للقضية الفلسطينية. وأعرب عبد اللهيان عن دعم إيران لملف المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون الدبلوماسي والبرلماني من خلال تبادل الوفود بين البلدين. أود أن أؤكد بأن طهران تدعم إقامة إكسبو في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أود أن أؤكد بأن كلا الطرفين متفقان في موضوع التعاون في مجال الدبلوماسية العامة والدبلوماسية البرلمانية، وأيضا تبادل الوفود وتبادل النخب بين البلدين. يشكل مجلس التنسيق السعودي العراقي ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة بين الرياض وبغداد، لما يوفره من فرص تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين. العلاقات السعودية العراقية تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات، لا سيما الاقتصادية والتجارية،
وتجسيدا للعلاقات المتينة بين البلدين، عقد ملتقى مجلس الأعمال السعودي العراقي مؤتمرا تجاريا يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك، ويعبر عن رغبة المملكة الجادة وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. نسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر كأحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية، اللي يعد تنمية الصادرات أحد أهم هذه الأساسات في تعزيز مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والقطاع العام والخاص بين العراق والمملكة على المستوى الاستراتيجي، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال العراقيين للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها. مثل هيك ملتقيات حقيقة لرجال أعمال ومصارف وبنوك حقيقة تمهد لأرضية مشتركة بين البلدين، وفتح منفذ عرعر اليوم للتبادل التجاري حقيقة وفر لنا الكثير من العناء. وتعمل جميع المؤسسات الحكومية في المملكة والعراق على تكثيف جهودها من أجل زيادة معدلات الحراك الاقتصادي واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، فيما جسد ملتقى الأعمال السعودي العراقي الرغبة الاقتصادية في الاستفادة من المقومات والإمكانات لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي تخدم الجانبين. وشهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والعراق عقب تأسيس مجلس التنسيق المشترك تعاونا كبيرا أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرياض تستضيف سيتي سكيب، أكبر معرض للعقار للقطاع العقاري في سبتمبر المقبل. أهلا بكم من جديد. إنجازات متوالية خلال الأعوام الأخيرة مع مستهدفات رؤية المملكة التي ركزت ضمن خطتها على تطوير مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الأبحاث والعلوم التطبيقية وتوفير الإمكانات المالية والبنية التحتية لها واستقطاب أفضل الأساتذة والأكاديميين عالميا للعمل فيها. وفقا لتصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2023، سيطرت الجامعات السعودية على مراكز متقدمة بين الجامعات العالمية عموماً لا سيما العربية، وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة. وتمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية، واحتلت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى المملكة، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة الثانية، واحتلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية المرتبة الثالثة سعودياً. ويعتمد تصنيف شنغهاي على عدة معايير رئيسية تشمل جودة التعليم وجودة أعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية، بالإضافة إلى أداء المؤسسة مقارنة بحجمها. ويتفرع منها عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية. إصلاحات متواصلة وتخطيط استراتيجي لا يتوقف. عام بعد عام تواصل المملكة السعي إلى رفع فاعلية رأس المال البشري عبر توفير تعليم عالي الجودة بكوادر مؤهلة، والوصول بتسع جامعات إلى قائمة أفضل 200 جامعة بحلول 2030. افتتح تعليم الرياض 95 مدرسة وروضة للبنين والبنات، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد. وبينت إدارة تعليم الرياض ارتفاع نسبة المباني المدرسية إلى 96% بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة. للمزيد نتابع. في إطار الاستعدادات المتواصلة
كشف تعليم الرياض عن افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، دعم لا محدود يحظى به قطاع التعليم وحرص دائم لتهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية تحفيزا للإبداع والابتكار. التعليم لفت إلى ارتفاع نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96%، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة. أكثر من 40,000 طالب وطالبة استفادوا من المباني الجديدة التي تشمل 47 روضة أطفال و11 مدرسة للطفولة المبكرة، إضافة إلى 17 مدرسة ابتدائية و12 مدرسة متوسطة وكذلك 8 مدارس ثانوية. قوات مدروسة ومبادرات حية لخلق بيئة تعليمية جاذبة لأبناء وبنات المملكة، إذ يعد التعليم ركيزة أساسية وأحد مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. أطلق مجلس شؤون الأسرة تزامنا مع العودة للدراسة حملة توعوية بعنوان السادسة صباحا، وتهدف الحملة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية تهيئة الأطفال لبدء رحلتهم الدراسية الجديدة بإيجابية. الأحد المقبل يعود نحو 5 ملايين طالب وطالبة إلى صفوف الدراسة بعد الإجازة الصيفية، وتنتقل العائلات لمرحلة التهيئة للمدرسة وهم على مشارف بدء عام دراسي جديد. مجلس شؤون الأسرة أطلق حملة السادسة صباحا تزامنا مع العودة للدراسة، تستهدف أولياء الأمور لتوعيتهم بأهمية تهيئة الأطفال لبدء رحلتهم الدراسية الجديدة بإيجابية ودعم استقرارهم النفسي للانطلاق في طريق العلم والمعرفة وتحقيق مستقبل مزدهر. ويتضمن البرنامج مبادرات تلبية متطلبات الأطفال واحتواء مخاوفهم ومرافقتهم ليومهم الدراسي الأول لتعزيز استقرارهم النفسي ونجاحهم العلمي وتكوين اتجاهات إيجابية لدى الأبناء للإسهام في سرعة تقبلهم لمرحلتهم الدراسية الجديدة والحوار الفاعل معهم لتحفيزهم على التحدث بانفتاح عن ما يواجهونه خلال يومهم الدراسي. دعم الأسرة للطالب هو دور أساسي لتحقيق الطموحات العلمية والنجاحات المستقبلية من خلال الرعاية الحانية على الأبناء لدعم شعورهم الإيجابي تجاه المدرسة لمواجهة التحديات والتكيف مع موسم الدراسة الجديد. أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية البدء بتفعيل خطة عمل مشتركة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلكسو من خلال إطلاق منصة معجم المصطلحات العربية الموحدة وبناء منظومة السياسات اللغوية في الدول العربية، وذلك لخدمة اللغة العربية. أعلنت مؤسسة موهبة بدء التسجيل في مسابقة موهوب التي تستمر حتى تاريخ 25 من سبتمبر المقبل، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيات الدولية، مستهدفة الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي. وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية وترشيح المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية. باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة التحقيق مع 260 مشتبها به في 6 جهات حكومية، وتم إيقاف 107 متهمين لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، بالإضافة إلى غسل الأموال والتزوير. أعلنت الهيئة العامة للأوقاف نتائج مشروع تحليل شروط الواقفين الذي أطلقته مؤخرا بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها كاستراتيجية شاملة لتنظيم وحوكمة المصارف الوقفية للأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، وترسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها على مستوى المملكة في إطار الدور المنوط بالهيئة لتعزيز دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة تركيا ليبيا إكسبريس إلى ميناء جدة الإسلامي عبر الخط الملاحي الفرنسي، وتربط خدمة الشحن الجديدة ميناء جدة الإسلامي بثمانية موانئ عالمية في الصين وسنغافورة وتركيا وليبيا وماليزيا بعدد 9 سفن تزيد طاقتها الاستيعابية عن 30,000 حاوية. وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز المكانة اللوجستية لميناء جدة الإسلامي بوصفه نقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر في ظل ما يشهده من عمليات التوسعة المستمرة وبرامج التطوير المختلفة. تستضيف الرياض فعاليات معرض سيتيسكيب العالمي في مركز المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر تحت عنوان لبناء مسكن المستقبل، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث يستضيف المعرض آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع وأكثر من 350 جهة عارضة وأكثر من 250 متحدثا عالميا ومحليا. ويستعرض سيتيسكيب العالمي أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة بالمملكة تحت سقف واحد. شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص لتفادي مشاكل الاحتيال المالي، وحذرت الهيئة من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري، كما شددت على أهمية الدفع عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية عبر إيجار، وكذلك ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص لتفادي الاحتيال المالي. يشارك أكثر من 40 فنانا تشكيليا بكرنفال بريدة للتمور من خلال الرسم على الجداريات واللوحات التي تحاكي أبعاد النخيل وثمارها وأهمية غرسها في نفوس النشء وكافة شرائح المجتمع وتوعيتهم بأهمية هذه الشجرة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية. روح وحياة، قصص وحكايات يجسدها ويرويها الفنانون التشكيليون من خلال لوحاتهم الفنية هنا في كرنفال التمور بمدينة بريدة. هذا المعرض جاء متنوعا في كل أنواع أو مدارس الفن التشكيلي، وأغلب الأعمال تتطرق إلى النخلة وإلى التمور وإلى البيئة النجدية والقصيمية بالذات. كما يحوي المعرض بين جنباته أكثر من 150 لوحة فنية رسمت بأشكال وألوان معبرة عن أجزاء النخلة كالسعف والجذع والثمر، إضافة إلى الصناعات التحويلية التي تنتجها النخلة. هذه سميتها أصالة المرأة العربية. أيام زمان، أيام ما كانوا رجال يسافرون وأيام العقيلات وزي كذا، لما تيجي الواحد لما يجون يرجعون يصير فيه مجموعه رجال يطقون الدفوف على اساس يبلغون، ما في تلفونات ولا شيء، يبلغون اللي داخل البيوت انه فيه قربوا على وشك الوصول. هذه تطل تشوف هل زوجها من ضمن اللي راجعين او لا. الفن هذولي طبعا الفنان يعكس صوره الواقع اللي هو، يعني انا مثلا أي واحد يجي يدري أني أنا من المنطقة هذه، أنا أوضح له أن هذه منطقتي، منطقتي منطقة تمور وعالم تمور وأكبر مدينة تمور. أنا صورتها باللوحة هذه، نقلتها وحطيت بعض الرموز مثل مسجد الملك فهد، الجامع خادم الحرمين، والبرج برج المياه، والمتحف، ومن عد قربت هنا وحطيت اللي هو أصباخ والنخيل، ومن قربت حطيت السوق وموقع الحراج ومركز النخلة، ومن عد حطيت البواب، ومن حطيت السكري اللي هو التمرة الأولى بالعالم بالنسبة تسويقية. يوسف الحميد، بريدة. استقبلت فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورج زودي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى
الذي يزور العاصمة أديس أبابا، وأشادت رئيسة جمهورية إثيوبيا بجهود الرابطة وتقديرها لمهامها العالمية، منوهة بأهمية التعايش السلمي والثقافي حول العالم. أعلن صندوق البحر الأحمر السينمائي اختيار 33 مشروعا واعدا في المرحلة الثانية لتطوير المشاريع من المملكة والمنطقة العربية وإفريقيا، وذلك لتقديم منح مالية لمشاريعهم ودعمهم. ويأتي الاختيار تأكيدا لالتزام المؤسسة بتطوير المشهد السينمائي السعودي على وجه الخصوص وفي المنطقة بشكل عام. ختاما لنشرتنا أذكركم بأبرز ما جاء فيها. الملك وولي العهد يهنئان رئيسي إندونيسيا والجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلديهما. سمو ولي العهد يستعرض هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا وجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة. خلال لقاء عقده مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يؤكد رغبة المملكة وإيران بتنفيذ بنود الاتفاق بين البلدين ويشدد على أهمية التشاور بينهما. نزاهة تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية وتحقق مع 260 مشتبها به في جرائم فساد في 6 جهات حكومية. شكرا لكم، في أمان الله.